خبر صادم ومؤسف أليم للغاية. فقدت الساحة الإعلامية العربية قام من قامات الإعلام الرياضي الصحفي والمعلق لحبيب بن علي. حزن وبكاء حفيظ الدراجي وجميع الإعلاميين بقناة بن سبورت، بكاء مذيعة قناة بن سبورت على فراق الإعلامي الكبير لحبيب بن علي. لحبيب بن علي توفي بعد صراع طويل مع مرض عضال، ويعتبر الفقيد من أهم الوجوه التي صنعت أمجاد القسم الرياضي في التلفزيون الجزائري سنوات التسعينات. ثم بعد ذلك قرر أن يخوض التجربة في قطر مع قنوات الجزيرة الرياضية، وتألق وأبدع بقناة بين سبورت الرياضية. الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.